Assalamu alaikum and a very good day to all of you. This is Dr. Mustafa speaking. This is the first lecture of this week. My subject is writing processes or only writing. Okay. بالبداية طبعاً إحنا ما لحقت إنه أحكي ياكم يعني وندردش شوية بالمادة. شنو راح تكون طبيعة المادة مثلاً يعني بالنسبة لمادتي أنا. مادتي هي الرايتنج الكتابة راح نتطرق لهواي مواضيع يعني شلون تكتب جملة والجملة منين مكونة هي مثل العربي فعل وفاعل وتكملة جملة أو مفعول به لكنها تختلف طبعا أول شيء لأنه إنجليزي وثانيا بها شغلات يعني مثلا لازم تنتبه للتنسز اللي هي الأزمنة وضعية الجملة شو راح تكون مبسطة معقدة بالنسبة لي يعني كتابة ما راح نتطرق للشغلات المعقدة شغلات إن شاء الله راح تكون سهلة وسلسة وتابعوا يا إن شاء الله باكر إذا يعني لحقت إنه من الصبح إنه سجل على طريق الجوجل ميت إن نعطيكم رابط وهذا رابط تدخلون عليه يعني تشوفوا مثلا تعليقات يعني شوفوا يعني ردود فعلكم يعني صراحة أنا بالنسبة لي أول مرة أستخدم الجوجل ميت كنت في كلية البصرة نستخدم الباوربوينت البي دي اف الفيديو يعني فقط يعني كصوت يعني وإذا أحد عنده تعليق يعني عن طريق التليجرام يعني يسألون أسئلة شنو مثلا الصعوبات اللي واجهوها بالمادة فبالنسبة للمادة إن شاء الله راح تكون يعني لا تخافون من عدها يعني إن شاء الله سهلة وبسيطة بإذن الله كونكم لأنتم مرحلة أولى فالمرحلة الأولى دائما لازم يكون يعني طريقة طبيعة المادة تكون واضحة وسهلة نوعا ما فراح نتطرق البيسكس اوف رايتنج اوكي بالنسبة للكتب خاف واحد اذا عنده سؤال شنو الكتاب اللي ممكن يتابع حالي بالنسبة لي يعني ماكو كتاب محدد اذا اكو كتاب يعني ابلغكم به يعني ممكن الجامعة توفره او ممكن تشتروا من المكتبة العلمية او مثلا اقدر انزلها لكم على شكل بي دي اف تقروا يعني تكون عندكم باللابتوب وبالموبايل فبالنسبة لي راح أطرق شغلات بسيطة تخص الكتاب يعني شلون نكتب فشابتر 1 طبعا راح أدزلكم أيضا الكتاب اللي أنا صراحة اللي جاي أشرح من عنده اللي هو Introduction to Sentence Structure أوكي هنا الأوتلاينز شنو يعني الأوتلاينز الشغلات اللي راح ناخذها بهاي المحاضرة الأوتلاينز يعني مثلا فقرات مثلا الفقرة رقم واحد هي sentence structure والفقرة الثانية components of sentence okay فهنا بالنسبة للأول واحد simple sentences those with one clause okay دعونا من هذا المسميات sentences شنو هي الجملة يعني جملة قلنا انه لازم تتكون من فعل يعني فاعل وفعل والمفعول به يعني are made up of clauses sometimes one clause sometimes more than one يعني ياما الجملة تكون فقط متكون من يعني فقرة واحدة أو من عدة فقرات أو جمل سميها شنو الclause يعني مثلا أكيد واحد ما سمع بالإعدادية ممكن تدرسوا ما تعرف شنو مثلا ممكن يعني ما مر عليكم كلمة clause was a subject plus a predicate يعني فاعل ويا المفعول به predicate يعني هو المفعول به the subject of a clause names something such as a person object place or idea الفاعل دائما يعني يكون ياما شخص مثلا John is a doctor فالفاعل وين هنا هو John is هو دكتور اوكي وهذا المفعول به اللي هو الدكتور فممكن يكون شخص ممكن يكون مكان مثلا على سبيل المثال Japan is an Asian country يعني اليابان هو بلد آسيوي هذا معناته المكان idea مثلا the invention of the robot is a revolution of technology يعني مثلا اكتشاف الروبوتات يعني هو فهو the invention يعني مثلا خلينا نقول فكرة جتي صارت فجأة شخص مثلا فكر فتشي فممكن دلالة على فد فتشي معين هو يشير إليه فممكن تكون idea ممكن تكون place ممكن تكون person or object هذا بالنسبة للفاعل
Okay, واضحة. The predicate هو المفروض به. He makes a statement about the subject by telling something about it. يعني مثلا predicate هو يشير إلى فد شيء يعود للفاعل. شو أنا مثلا قلت John is a doctor. بالنسبة للدكتور أشارت أنه المن الدكتور هاي عادة هاي تعود إلى John. فهذا معناته المفعول به. المفعول به دائما يشير إلى الفاعل. أو مثلا فد فعل فد حدث معين يشير إلى مثلا أكو شخص مسوي هذا الحدث أو مثلا بهذا المكان صار في مثلا في accident. In this place there is an accident. وين هاي الحادثة؟ بهذا المكان. يعني شوف هسه مثلا شلون قلت دائما ارجعوا للسابقة لهذا الفقرة القبل اللي شلون هسه close is a subject plus predicate. Okay, the subject of a close name something. هاي معناها انه هذا الشخص الاول اللي هو جون is a doctor. يعني جاي يمتهن مهنة خلينا نقول الطب اللي هو حاليا صار طبيب. فالمن مهنة الطب عايدة حاليا للجون. This place there is an accident. In this place there is an accident. بهذا المكان اكو صار حادث. فالحادث المن يشير مثلا خلينا نقول بهذا المكان سمي مثلا فد اي شارع. اوكي اي مكان انت مثلا كنت بيه او مثلا رحت له. اوكي فthe predicate makes a statement يشير الى فد فقره فد شيء about the subject by telling something about it. The predicate tells one of two things about the subject. يا ما يشير الى فد شيء واحد معين او اشياء متعدده. يعني مثلا شنو الاشياء متعدده مثلا يعطيك تفاصيل اخرى يعني بيها في الديتيلز معينه. اوكي again sentences are made up of clauses. Okay. جمل هي مكونة من خلينا نقول فقرة مثلا we went بعدين اشرح لكم بالامثلة. The close هو شنو معناته subject plus predicate. Close هو شنو لا تتخيل هو نفس sentence يعني. Close هو نفس sentence إذا قرأتوها مثلا خلينا نقول دورت عليها بالtranslation ترجمة the close هو نفس sentence هي جملة. فالجملة مكونة من فاعل وفعل ومفعول به. أوكي فالفاعل يعني يكون شخص يعني يكون مكان يعني يكون فكرة معينة. ماشي هناك الفقرة الثانية بالأوتلاينز خلصنا الفقرة الأولى بسيطة. Components of a sentence. So complete sentences require key information. لازم أكو بيها في الدلالة معلومة. يعني مثلا subject plus verb plus a complete idea. يعني مثل ما قلت أنه فاعل وفعل ويافد فكرة معينة. طبعا إن شاء الله راح يعني المواضيع هاي حاليا راح أعيدها مرة ومرتين لحد ما أنتوا تصير لكم الفكرة الواضحة عن المادة مالتي اللي هي الرايتنج. مثل ما قلت يعني قبل لا أكمل هذا السلايد لازم يعني يكون في يوم معين خصصة أنه يكون نستخدم الجوجل ميت حتى نعطيكم في كلاس معين بي كود وهذا الكود رأساً ألصقه بالكلاس روم حتى دائماً يصير عندكم بهذا الوقت إنه راح يصير جوجل ميت وهذا الجوجل ميت نلتقي يعني وياكم يعني تسمعون صوتي وأنتم تكونوا موجودين أيضاً حاضرين لكن هو just voice call يعني ماكو فيديو كول. أوكي فأي شيء مثلاً ما افتهمت هذا هاي الفقرة ممكن تعيده. أوكي راح أعيده يا أما كتابة يا يعني مكتاب أو مثلا تصلون يعني باتصال مثلا هاي الفقرة مثلا إذا ممكن هذا السلايد تعيده فإن شاء الله خلال الأيام الجاية. So sentence needs to make a sense on its own. يعني جملة لازم يكون بها معنى. يعني مثلا مو جملة ناقصة مثلا Ali is what. يعني هذا ما تشير إلى فد شيء معين ما بها معنى. بينما مثلا لو أقول Ali is a doctor in the hospital. Ali دكتور في المستشفى. اوكي انت تحسها اصلا يعني منطقيا حتى لو كان تريد ترجمها ببالك بالعربي لو تحولها مثلا علي وتسكت يعني علي شنو شبيه يعني مثلا هو علي شخص علي مكان علي جاي يسوي فد شيء معين فلازم يعني it does make a sense لازم بيفد معنى. Sometimes complete sentences are so called independent clauses. هاي بعدين أيضا نشرحها شنو معنات الـ independent clause. Again, a clause is a group of words that may
make up a sentence, مجموعة من الكلمات يعني عم تكون بيها تحمل مثلا شخص، اسم، مكان، فكرة، كل شيء مرتبط بشيء. An independent clause is a group of words that may stand alone as a complete grammatically correct thought. يعني لازم تكون صيغة grammatically صحيحة، مكتوبة بشكل صحيح. فهو هذا نسميه independent clause. يعني شنو مثلا؟ For example, are the examples of the independent clause. يعني we went to the store. احنا ذهبنا للتسوق او للمخزن، خلينا نقول عفوا. We go for shopping. يعني هاي تنطي معنى. هسه هذا stand alone. We go for shopping. خلاص. يعني احنا رحنا للتسوق. We catch a fish. اوكي التقطنا سمكة. We play football. اوكي. جاي نلعب football. خلاص هذا معناته شيء مفهوم واضح، وهذا اللي نسميه independent clause. هسه هاي we catch a fish. خلاص الـ we شنو هو؟ هو فاعل، catch فعل، a fish هو اللي المفعول به أو التكملة. هذا واضح. We go for shopping. ممكن أنا أقول لي فقط shopping هو المفعول به؟ لا، هو أي شيء يجي وراء الفعل وهذا تكملة الجملة، سواء كان ظرف حال، ظرف مكان، ظرف زمان. أوكي، يعني لازم نخلي هاي ببالك. هاي فد شيء بسيط، هذا اللي نسميه simple sentence. It's not a complex sentence. Complex أو compound sentence هاي نتطرق لها بعدين شنو معناها، اللي بيها مثلا وياها فارزة بعدين and، أو تجي وراء أدوات الربط مثلا because، also، however. هذني الكلمات أيضا نتطرق لها بعدين. فهنا هذا بالنسبة لي أنا يعني خلصت هاي المحاضرة، أريدها تكون بسيطة مبسطة سهلة تفتهم شنو اللي راح نتطرق له إن شاء الله بالأيام القادمة، واللي إن شاء الله نتأمل يعني أنه تكون مثلا حضوريا، حتى يعني نتأمل أنه تكون حضوريا. أنا أتمنى يعني صراحة، يعني حتى خاصة المرحلة الأولى وأول سنة، يعني مو راسا سلايدات وهاي تكون confused، يعني ممكن يعني ممكن تضيع. لكن إن شاء الله نحاول بلكة باتشر أو عقبة كده. أنا يعني عندي الأحد والثنين أيضا وياكم والثلاثة، شفت الجدول موجود عندكم، تحفظوا محاضراتي والأوقات، لا تنسوا الأوقات، يعني لا يصير عندكم مسليد، خلينا نقول يعني لا تتخربط بين وقتي ووقت أي أستاذ آخر. أي أبديت راح أخليه بالكلاس روم، بالكلاسز، يعني دائما تكونوا متواجدين أونلاين على كلاسز، ودائما تكونوا وياكم الأخ حكمة اللي من خلاله راح أوجهه، وأوجهكم أيضا أي تفاصيل تتعلق بالمادة مالتي أو بقية مواد الأساتذة. إحنا خلينا بمادتي، لأن هي أول مادة وأول وقت. فهي المادة هي writing. again نتطرق لها شنو مكونات writing، منين تتكون الجملة، مكونات الجملة، تركيب الجملة شلون راح يكون، والتركيبة هي مثل ما قلت الفاعل والفعل المفعول به، وأي شيء آخر راح يعني راح أربطه ويا هذا السلايد. يعني مثلا أي تفاصيل أخرى راح أقول لكم، مثلا ذكر السلايد الأول شنو قلت مين، شنو الكلوز سنتنس. طبعا لا حد يسألني أنه أكو تعاريف، لا ما أكو تعاريف، يعني هي بينا واضحة. يعني مو مثلا أقول لك شنو تعريف الاندبندنت كلوز، ولا أقول لك مثلا الكلوز شنو معناها، لا. يعني خلوها بعدين، يعني إن شاء الله بالإكسرسايزز نتمرن عليها، أعطيكم تمارين ونشوف التمارين إن شاء الله. و good luck. okay have a nice day. thank you so much.